السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج يا من الناس. اليوم راح نكون وياكم بتغطيه خاصه لوزاره الصحه بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه، وللحديث عن مشاريع وزاره الصحه خلال الفتره المقبله، خصوصا انه موضوع الاتمته. خليكم معنا. معالي وزير الصحة المحترم، أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء الحكومة، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرون، أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، زملائي رؤساء المنظمات الأممية، السادة المدراء العامون وعمداء الكليات، زملائي من مدراء وكوادر وزارة الصحة، زملائي في منظمة الصحة العالمية، أيها الحضور الكريم، أولاً أريد أن أرحب بحضراتكم في هذا الجمع المبارك، وأشكر لكم حضوركم للاحتفاء بمعية وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بإطلاق ورش رقمنة النظام الصحي في العراق. وكما يقال، رب ضارة نافعة، مع أن الجائحة كانت لها تجليات سلبية على جميع الأصعدة، إلا أنها كانت سبباً دفع بعديد من البلدان إلى مراجعة نظمها الصحية ومدى ملائمتها مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم إلى العيش الكريم بصحة ورفاه. كما أن العراق قرر في عقاب الجائحة أن يقيم النظام الصحي وأن يعمل على تقويته واختبار مكامن القوة والجوانب التي تقتضي التطوير لتكون في أهبة للتصدي لكل الأخطار في القطاع الصحي. وكانت أول التوصيات تتعلق برقمنة النظام الصحي لإتاحة بيانات ومعلومات تفيد في اتخاذ القرارات الصحيحة للمضي قدماً في عصرنة النظام الصحي وجعله قادراً على مواكبة التقدم الحاصل في هذا القطاع الحيوي عالمياً. اليوم بإطلاق نظام رقمنة توفر الموارد والخدمات في القطاع الصحي، يكون العراق قد وضع اللبنة الأولى في بناء صرح نظام صحي رقمي متطور، ويكون القطاع الصحي من أول القطاعات التي تدخل النادي الرقمي تماشياً مع التوجيهات العالمية ومواكبة لأهداف الحكومة العراقية. ويتيح هذا النظام المتطور توفير صورة دقيقة عن مدى توفر الموارد البشرية والمستلزمات الفنية والخدمات الطبية المتنوعة في كل المراكز الصحية والمستشفيات في كل ربوع العراق الحبيب. كما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تتيح التوزيع العادل للموارد تماشياً مع متطلبات المواطنين حسب الكثافة السكانية. ولم تتوقف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مع شركائها عند هذا النظام، بل أطلقت كذلك نظام تتبع البيانات الصحية DHIS2 انطلاقاً من الأقضية على أن يتيح هذا النظام باحة مناسبة لتحميل وتحليل ونشر البيانات الصحية بطريقة علمية متطورة. وإذ أقف أمامكم اليوم لإلقاء الكلمة الافتتاحية، تعزز كلماتي عن وصف الفخر الذي أشعر به ونحن نحتفي بهذا الإنجاز الرائع الذي كان وراءه
فريق متكامل من خبراء المنظمة وخبراء وزارة الصحة، فقد تم تدريب ما لا يقل عن 240 من الكوادر الصحية التي استقت البيانات بدقة متناهية في 5205 مراكز صحية ومستشفيات في ربوع العراق. وإذ أشد بحرارة على يد كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، أتوجه بشكري لوزارة الصحة على الشراكة الفاعلة والفعالة التي من خلالها تمكنا من تنزيل هذا النظام في وقت قياسي. كما أشكر كل دوائر وزارة الصحة في كل المحافظات الذين تفانوا في جمع البيانات في ظروف قد تكون صعبة في بعض الأحيان. وأشكر كذلك المدراء العامون على دعمهم الذين من دونه لم نكن لنصل إلى الأهداف المرسومة. الشكر الموصول كذلك لمديرية التخطيط ومديرية الصحة العامة في الوزارة وغيرهما ممن شارك في من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المشروع. كما لا يفوتني أن أشكر فريق المنظمة في جنيف في المكتب الإقليمي وفي العراق على كل ما قدموه لإطلاق ورش رقمنة البيانات في القطاع الصحي في العراق. اليوم نخطو خطوة جبارة على طريق النهوض بالواقع الصحي في العراق، على أن تتواصل خطواتنا إلى الأمام حتى نبني نظاماً صحياً متيناً يعيننا على تحقيق التغطية الصحية الشاملة والصحة للجميع في العراق الحبيب. شكراً جزيلاً. هناك خطة الآن بين الزراعة، قطاع الزراعة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو. الآن يعني هناك لقاءات دورية، هناك كذلك زيارات ميدانية مشتركة، والحمد لله يعني نمضي في طريق يعني الحد من انتشار هذا الوباء، لكن هذا الوباء لن يتوقف إلا لما يكون هناك تضافر جهود الجميع، تثقيف المواطن، الإعلام له دور، كذلك يعني حتى نقل الحيوانات يعني قبيل عيد الأضحى مهم، فلازم أن يكون هناك خطة، وهناك خطة لاحتواء الوباء، لكن لن تنجح الخطة إلا بتضافر جهود الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الضيوف الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمثل اليوم مناسبة بالغة الأهمية تتماشى بشكل متناسق مع البرنامج الحكومي للحكومة العراقية، ومن أولويات البرنامج الحكومي هو أتمتة المعلومات والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، وما مشروع اليوم إلا أحد الخطوات الأساسية لتطبيق البرنامج الحكومي، إضافة إلى الارتقاء بالواقع الصحي وتحويل المعلومات الصحية إلى معلومات رقمية من أجل تحقيق مبدأ توفر المعلومات الدقيقة وجودة الخدمات الصحية. إننا نجتمع اليوم للاحتفال بهذا الإنجاز، ولمن دواعي سروري أن أقف اليوم أمامكم لأعلن تدشين إطلاق نتائج رقمنة النظام الصحي المختص بمدى توفر المعلومات الخاصة بالموارد والخدمات هيرامس. لقد تحقق هذا المشروع بالشراكة الحقيقية بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مكتب العراق، ويمثل هذا النظام خطوة هامة في طريق رقمنة النظام الصحي، مما يجعل العراق في طليعة الدول في هذا المجال. وهذا الإنجاز يمثل حافزاً للتقدم والعمل الجاد، فهذا النظام لا تكمن أهميته في قدرته على توفير بيانات شاملة فحسب، بل أيضاً في قدرته على إحداث الفارق في عملية صنع القرار واتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة مبنية على القرائن والدلائل والمعلومات الدقيقة.
سوف يمكن هذا النظام وزارة الصحة من تطوير ثقافة تعتمد على البيانات والمعلومات، وثقافة تعطي الأولوية لاستخدام المقاييس والمؤشرات الصحية. فمن خلال تطبيق هذا النظام يمكننا تحديد مكامن الضعف والخلل ومجالات التحسين واستهداف الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة وفعالية. عملنا يجب أن لا ينتهي هنا، يجب أن نبني على هذا النجاح ونطور هذا النظام باستمرار ونوسع هذا النظام حتى نتمكن من الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتطورة والسعي نحو الهدف النهائي المتمثل في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وهذا ما نسعى إليه ضمن البرنامج الحكومي من خلال تطبيق قانون الضمان الصحي لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لمواطنينا وعلى شكل مراحل. في الختام أعرب عن عميق امتناني لمنظمة الصحة العالمية لمشاركتهم القيمة ودعمهم الفني طوال هذه الرحلة، كما أشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المتخصصون في الرعاية الصحية والإداريون وجميع المعنيون. وأود أن أشير إلى أن هذا النظام هو مدخل إلى نظام المعلومات الخاص بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك هو نظام يتكامل مع النظام الذي أطلق قبل يومين، وهو نظام التتبع الدوائي والتسعيرة الدوائية. هذه الأنظمة يجب أن تتكامل فيما بينها لتحقيق نظام رقمي كامل يخص وزارة الصحة، وبالتالي ننطلق إلى الشراكة مع مؤسسات ووزارات الدولة العراقية الأخرى. وفي الختام أتقدم بشكر وجزيل لكل من ساهم في هذا النظام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إطلاق برنامج أتمتة النظام الصحي في العراق أو رقمنة النظام الصحي المتعلق بالموارد الموجودة في كافة المؤسسات الصحية. اليوم ضمن هذا البرنامج نستطيع ندخل إلى أي مستشفى، إلى أي مركز صحي، نشوف الموارد البشرية، أعدادهم، وجودهم. وكذلك هذا البرنامج قابل للتوسعة لتضمين كافة المعلومات الخاصة بالنظام الصحي. خطوة مهمة جدا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لغرض أتمتة النظام الصحي في العراق، وهذا يتكامل مع مشروع آخر أيضا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومشروع لتسجيل ولادات والوفيات بالتعاون مع اليونيسيف، إضافة إلى مشروع تتبع الدواء الإلكتروني الخاص بالعيادات الشعبية. كل هذه البرامج هي ضمن برامج أتمتة النظام الصحي في العراق. هنا نظام هيرنس يقوم بالتركيز على نقاط معينة، وهو يقوم بمسح عام لجميع بنيتكم التحتية والخدمات الصحية العامة. والشيء الذي يجعله متميزاً عن النهوج الأخرى لجمع البيانات، هنالك بعض العوامل المهمة، والأولى هي أن يجب أن يكون متوفر. أن هذا ليس يعني، وهذا النظام ليس فقط عمل تقييم لمؤسسة واحدة في الحكومة وجمع البيانات منها، كلا، نحن نحتاج أن نقوم بجمع البيانات والتقييم على مستوى المقاطعات، على مستوى المحافظات. لذلك يتطلب منا أن نقوم بمسوحات على مستوى المدينة بكملها، وأن البنى التحتية قد تظنون بأنها مستقرة في العراق وفي بلدكم، ولكن إن هذا النظام يقوم بكشف مواضع التخلل في البنى التحتية لمؤسساتكم، لكي أيضا يعرفكم ويقدمكم بما هي المشاكل التي يجب العمل عليها. لذا يجب أن نظام الديناميكية هي أساسية لهذا المشروع، وهذا يعني بأننا لن يكون لدينا القدرة على جمع جميع المعلومات في قطاع الصحة، في جميع مراكز الصحة ومرافق الصحة في العراق. وهذا ينطوى على 6 محاور، وهو وصف هذا النموذج، وصف نموذج المركز الصحي أو القطاع الصحي. نحن أيضا ننظر إلى جانب العمليات ونرى فيما إذا كان هنالك بعض الضرر في المؤسسة وفي البنى التحتية،
وطبعا هو نظام مربوط بالمعلومات الصحية، وأيضا في النهاية أهم نقطة هو أن تكون الخدمات الصحية متاحة. ما هي الخدمات التي يجب أن تكون متوفرة في مكان ما لمجموعة من الأشخاص؟ لذلك هذه جميع العناصر. فقط كلمة أخيرة في هذا الخصوص، لكل العناصر نحن نقيس ونتأكد بأن كل شيء يوضع بشكل صحيح، لأن جمع البيانات له كلفة معينة، وفي جمع هذه البيانات يجب أن نتأكد من أن هذه البيانات قابلة للتطبيق وسوف تساعد متخذي القرار في تحسين القطاع الصحي في العراق. احنا وزارة الصحة كما ذكر السيد الوزير اليوم في كلمته ماضية في أتمتة البيانات الصحية والخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية. هناك أكثر من برنامج وبرنامج شرعت الوزارة في تنفيذه وفي تطبيقه مع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونسيف. واحد من هذه البرامج اليوم البرنامج هذا برنامج إلكتروني يتيح لأصحاب القرار أن تتوفر البيانات عن الكوادر الطبية والصحية المتوزعة في مؤسساتنا الصحية، عن الأجهزة وعن الخدمات. وهذه البيانات تتيح للمسؤولين في وزارة الصحة أن يتخذوا القرارات المناسبة في الوقت المناسب اعتمادا على هذه البيانات وعلاقتها بالتوزيع الجغرافي للكوادر الصحية. نظرك ايش قد راح تخدم المواطن وايش قد راح تخدم الموظف الصحي؟ طبعا هي كل قرارات صائبة تتخذ أكيد سيكون مردودها على المرضى وعلى الخدمات الصحية. واحدة من عتها هي هذا، عندما يتخذ قرار في توزيع الأجهزة الطبية في المراكز الصحية وفي المستشفيات بشكل صحيح، عندما يتخذ بتوزيع الكوادر بشكل صحيح، بتوزيع الأموال بشكل صحيح، هذا يؤدي إلى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن. نعم مشاهدي الكرام، وصلنا لكم لختام حلقتنا، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.